والهرج الصحيح أن ربي من رضا له جملها التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الأفاضل. نسير مع المقدمة الأولى ونسير مع الواضح مع البداية مع الواضح عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مناخر الأخيري مع المركز الأول، بينما ثاني المراكز هناك هاروت وخليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي يقدم لنا هاروت مع المركز الثاني، بينما ثالث المراكز هناك متعب سعيد بن محمد العصري بن سعيد الأخيري يقدم لنا أيضا مع المركز الثالث، بينما رابع المراكز لها بسهيل بو علي المزروعي يتقدم مع رابع المراكز، بينما خامس المراكز والوصول في هذه اللحظات الجميلة هناك أيضا من اللي واصل مع خامس المراكز يتواصل في هذه اللحظات الجميلة بشعار الحارثي، هناك عنيد عبيد بن مبارك بالحول الحارثي يتقدم مع خامس المراكز، سادس المراكز والوصول مع جدران وراشد محمد الضعيف بن غدير الاكتبي أيضا الواصل في هذه اللحظات الجميلة والرائعة والمتميزة. أسماء ما خلف الست المراكز، أسماء متقدمة وحاضرة بكل قوة. لنا عودة إلى البداية، لنا عودة إلى المقدمة والصدارة الأولى هناك مع هذا الانطلاق. نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى المقدمة من غير موازين الشوط مع لهب سهيل بو علي المزروعي مع المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك متعب وسعيد بن محمد العصري بن سعيد الأخيلي مع المركز الثاني، ثالث المراكز والوصول في هذه اللحظات الواضع عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مناخر الأخيلي مع المركز الثالث، رابع المراكز هناك أيضا الوصول مع هاروت وخليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي، بينما الوصول مع بضعيف وشعارة أيضا يقدم لنا جدلان وراشد بن حمد بضعيف بن غدير الاكتبي أيضا واصل في هذه اللحظات، بينما عنيد عبيد بن مبارك بن حول الحارثي الواصل في هذه اللحظات. لنا عودة إلى البداية، لنا عودة إلى المقدمة الأولى، إلى البداية والصدارة الأولى هنا مع البداية والصدارة. يا سلام، تابع لي هناك سهيل بو علي المزروعي من يقدم لنا لهب مع البداية والصدارة الأولى مع 2 كيلومترات. الله، هذا الانطلاق، هذا الأداء المتميز والأداء الجميل، بينما المركز الثاني متعب وأيضا سعيد بن محمد العصري بن سعيد الأخيلي مع ثاني المراكز وثاني التحديات، بالضعيف قادم أيضا مع جدلان هنا في هذه اللحظات. يبغي السلام إلى أبناء مرغم، يبغي السلامات إلى أبناء مرغم في هذه اللحظات. دير بالك يا سعيد يا العمري على هذا الحضور، نبغي هذا الشعار بالسلامات والتهاني إلى أبناء مرغم، معودنهم والله أبو عسكور على هذا الحضور الرائع والجميل، بينما هناك مكرم فاضل هناك أيضا الوصول مع عنيد عبيد بن مبارك بن حول الحارثي أبناء العاصمة أبوظبي قادمين في هذه اللحظات، بينما بالروية وشعاره أيضا يتواصل في هذه اللحظات. مرحبا أبو نايف، مرحبا أبو نايف، يا سلام، فعل واصل في هذه اللحظات، مرحبا فعل ومرحبا بهذا الشعار، شعار أيضا محمد بن أحمد بالروية الأخيلي، بينما الوصول والقدوم أيضا في هذه اللحظات رعد مع محمد بن أحمد بالروية الأخيلي، أبو أحمد أيضا يقدم لنا هذا الشعار مع هذا الحضور مع خامس المراكز وسادس المراكز بشعار بنايف. يا سلام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة الأولى. يا سلام،
الله سهيل ابو علي المزروعي وبضعيف يا سلام حرك بضعيف حرك بضعيف يبغي السلامات الى ابناء مرغم يا سلام لهب مع المركز الثاني ولكن جذلان جذلان مع صدارة جذلان مع البداية والصدارة الاولى يا سلام الله مع الكيلو والمتر الخطير كيلو الاوامر كيلو التعليمات شوف هذا التحدي شوف هذا الانطلاق المتميز ما شاء الله وتبارك الله حضور رائع ومتميز ما شاء الله عطني المراكز المتقدمة هناك الواصل لهب يا سلام سهير ابو علي المزروعي وفعل فعل شوف المركز الثاني يا محمود شوف المركز الثاني يا محمود هناك الغادم فعل محمد بن احمد بن روية الاخيلي وبضعيف مع صدارة بضعيف مع البداية وبالروية غادم بالروية غادم بكل قوة يا سلام جدلان مع البداية فعل مع المركز الثاني جدلان فعل جدلان فعل يا سلام 500 متر نهاية جولة الأوامر النهاية يا سلام جدلان غادر جدلان غادر مع الصدارة مع البداية مع المقدمة الأولى ينطلق بهذا الشوط جدلان راشد بن حمد بضعيف بن غدير الاكتبي مع البداية والصدارة الأولى فعل مع المركز الثاني بشعار بروية ولكن خلاص إلى أبناء مرغم إلى مرغم وفعل مع المركز الثاني فعل يغاب يلا هجم هجوم قوي فعل ولكن جدلان 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 200 متر 200 متر يسلوم يا جدلان جدلان مع البداية فعل غادم وجدلان فعل وجدلان ولكن خلاص جدلان جدلان مع بضعيف مع ابناء مرغم مرغم السلامات الى مرغم السلام الى مرغم السلام مشكور مشكور يا سعيد يا العمري على هذا الحضور المتميز ما شاء الله سلام مرغم سلام بينما المركز الثاني مع فعل محمد بن احمد روي رخيلي المركز الثالث والوصول في هذه اللحظات مع شعار الحارثي ايضا مع عنيد عبيده بن مبارك بالحول الحارثي بينما الوصول لها بسير ابو علي المزروعي بينما الوصول مع مكرم فاضل بن عبد الله بن سعيد الجحافي تهانينا والف مبروك.